السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا جماعة، شير ملصقات مشاركات عشان الحساب عليه بلاغات، عليه هجوم، عليه بلاغات، عليه هجوم. ادونا شير، ادونا مشاركات، ادونا شير، ادونا مشاركات. ادونا شير، ادونا مشاركات. اول حاجه يا جماعه، انا داير اطمن الناس عشان الناس تكون عارفه. شوف، لو الجنجويد ديل تاني رجعوا 1500 تاتشر، 2000 تاتشر، 3000 تاتشر، ما بيقدروا يخشوا مدني. ده خد نقطه سطر جديد. خليوني يجمعوا جنجويد غرب افريقيا كلهم ويجيبوا قحاطه اولاد الحرام كلهم في السودان، وض حرام وض حرام، ويجيبوا العملاء كلهم عميل عميل، ما بيقدر يخشوا مدني. دي تخدها شفت دي، ولا يشيلك فيها شكك. موضوع ده منتهي، مقضي مقضي، اقسم بالله العظيم مقضي. هرب ضارة نافعة. نحن كنا بنتكلم من بدري، بنقول يا ناس مدني، يا ناس مدني الشغلة جاياكم، يا ناس مدني اعملوا، يا ناس مدني، يا ناس مدني، يا ناس مدني، يا ناس الجزيرة، يا ناس، ولا حياة لمن تنادي. وكأننا نحن دايرين الضرر. خلوا الحفلات، الناس جايبين ليكم الجونات، خلوا الهناي، شيلوا ستات الشاي، دي كله استخبارات. ولا حياة لمن تنادي، أمن يا أم، ولا حياة. يا دوب يا دوب الآن كأنه الحرب بدأت الليلة في السودان. ده شغل الصح الليلة، وعلى القضاري فعلا حضر التجوال، إجراءات أمنية مشددة في كل شوارع القضاري، ولكسل كوالي سنار كذلك، ومدني من 6 ل 6، وده المفروض يحصل من اول يوم. لكن احنا مشكلتنا بنجي متاخرين، بنفوق بعد ما تقع الطامه، بنرجع ونفكر بعد ما خلاص نبقى كده نحن والجون. الكلام ده نحن من طالبين من زمانك، عشان الليله احنا ما تجي تذكورك الحقونا، الحقونا دخلوا هنا، الحقونا في الفادنيه سرقوا، الحقونا في ودراء واغتصبوا، الحقونا في المحس كتروا، الحقونا في تنبول. دحين الشرك ده كله ما فيه رجال، خلينا من كلاش، ما تقول لي كلاش، السلاح اللي عندكم في الشرك واقسم بالله العظيم يكفي السودان كله. خلونا من عندنا وما عندنا، الشغله ما سلاح، سلاحك قلبك، رجالتك، عزتك، شرفك، كرامتك. تخلي لك مرتزق من غرب افريقيا ادخل بلدك، والله العظيم لو شفت تموت. شنو يعني كان موت؟ ما 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 في عذر. الحقنا في الهلاليه، دخل الجنيه، ركبونا في وين، شتتونا وين. الكلام ده كله مننا نحن، غلطنا. احنا بندفع ثمن يا جماعه، بندفع الثمن. نحن ليه بندفع الثمن؟ بندفع ثمن نحن دين الان، بندفع في الثمن نحن، لاننا ما متوحدين، لانه الناس زي تفردوا بينا غريه غريه، حته حته، شارع شارع، مدينه مدينه، بيخشوا ياكلوا المدينه دي والناس بهناك بيتفرجوا فراجه، بينتهوا من ديل بيمشوا للفراجه، بينتهوا من الفراجه بيمشوا للفراجه اللي بعديهم. وكذلك كم من كل مدينه جيب 100 مسلحين بتلقى فيه، بتحموها والله تحموها والله بيدكم، لكن انتوا ما قادرين تفهموا انكم انتوا، اقسم بالله القوه اللي عندكم، والله الجنجويد تحرروا السودان ده كله من الجنجويد. القصه ما قصه تيجي نقول عنده كلاش وعنده سلاح وعنده، انت عندك قلب، عندك حاجه بتدافع عنها، عندك هدف، عندك وطن، عندك عرض، عندك شرف. الانسان اللي بيدافع عن قضيه وعن وطن وعن بيت وعن عرض بيقاتل بقلب اسد. وداك مرتزق مشترينه بالقروش، لو شاف 2 منه وقعوا في الواطه شخ بيقوم جاري. يا جماعه لما نقول لكم الوحده ما عيب ولا حرام، الوحدة نزلت فيها آيات قرآنية، عديل الناس تكون متوحدة والناس تكون واحد، والناس والناس عشان ما تنكسر وما يدخلوا بلدك. الحاجة دي جات لمصلحتنا، لمصلحتنا عشان نتوحد، لمصلحتنا عشان نقيف. الآن مدني ما في حاجة، جنجويد للآن برا، وللآن بيدقوا طيران، وشالوا اصبعهم، طفظوا بعينهم كالعاده، طلعوا في منطقه مفتوحه، طلعوا في مناطق بعيده، طلعوا في المنطقه اللي هو مفتش لها الجيش من زمانك، النقعه. الان هم قاعدين في النقعه ومتلبتين.
بيجوا مقطوعين، في ناس وعدوهم جوا مدني مرتزقه عملاء خلايا ميته ولا نايمه، قال لهم تعالوا الان، اتفصلوا جوا مدني من برا مدني، الجوا اتقبضوا وشغالين فيهم تمشيط الليل ده كله، حيتنشط مدني بيت بيت زي ما كنت بقول لك، دق الباب وفتش مدني حتتنشط بيت بيت وشارع شارع وتكل تكل حتتنشط. البرة الان في رحمه الطيران وفي رحمه الغوات الجايه من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب. القصه دي بالنسبه لنا الحاجه دي كانت احتمال تكون قربت لنا الانتصار بنسبه 1000000%، لانه انتصار مدني وهزيمه الجنجويد معناتها اعلان الانتصار في الخرطوم. انا بقول لك بصراحه الان في الخرطوم لا حول لهم ولا قوه، راهنوا على مدني في وقت عنده متحرك كان داخل بالغرب، يعني لما داخلين مدني ما داخلين ساي، دايرين يلفتوا الانتباه عنده متحرك كبير جدا دخل من ليبيا، دخل بحمرة الشيخ الليل، المتحرك ده انجغم كامل. وانا بديك معلومة ما بديك تحليل ولا بديك حاجة نص، لا لا معلومة 1000000%، 1000000%، ما بتسمعها الا هنا. اسمع كلامي، كتبت عليك جبيري، قلت لك في عربات كمية كبيرة انجغمت، اي في متحرك جا داخل كان الغرض منه بتاع مدني ده يغطي عليه، ودي الحقيقة. بتاع مدني ده استخدموه الموت ده والناس الماتت والقدموها دي كلها والعملاء والمرتزقة عشان يغطوا على متحرك جاي داخل من ليبيا، متحرك كبير جدا جدا، لكن الجيش كان صاحي، الجيش كان عنده المعلومة. الليلة انضربوا منه وانجغموا منه كمية كبيرة في طريق حمرة الشيخ، ودي حقيقة بقولها لك، حقيقة معلومة. يعني الناس ديل كانوا مغطين انه يدخل متحرك بهناك وما بخش، كان احتمال يخش الشمالية بهناك، يخش المناطق بهناك، لكن الحمد لله الجيش ضرب عصفورين بحجر، قدر انتهى من المتحرك الداخل من برا الامداد، وقدر انتهى من الجنجويد ال 220 سيارة، باقي فيهم كم 50 100 بين الشجر وبين الاحياء البرة بحراز وبين البيوت بينتهي منهم. جوا مدني ما في اي حاجه، حتى الخلايا اللي كانت نايمه انجغمت، حتى الغناصين اللي كانوا جوا انقبضوا، انقبضوا عديل، ونزلنا لك الصور. معناته المعركه دي خير كبير جدا 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 جدا، فيها حاجات نحن بنشوفها اخفاق، المشي الطويل تحت الجنجويد من شرق النيل ليه مدني ولا يلاقون ولا ارتكاز بتاع جيش، الارتكازات اللي انسحبت بتحت الجيش فجأة احنا ما عارفين، احنا ما خبر عسكريين، احنا بنشوف الحاجة دي بنقول فيه اخفاق، مفروض يتضربوا في الحتة الفلانية، ما بنغيم الحاجة، انا بقول الحقيقة. لكن انا في النهاية لما انا جاي القى القوة دي انتهت واتدمرت في مدني، انا كده برتاح، لان بلقى شرق النيل فضة، الناس دي جايين من وين؟ جايين من السماء، جايين من شرق النيل، جماعة كيكة الاغلبيته، العملاء اللي كانوا في شرق النيل وفي العلفون وفي ام دومبان والمناطق دي كلهم وسوبا ومناطق دي كلهم لموا العملاء كلهم، وحتى اللي كانوا في الخرطوم لموهم كلهم ومشوا بهنا. الان انجغموا واصبحوا بين السماء والواطة، اصبحوا بين السماء والواطة، يعني لا بيقدروا يدخلوا مدني ولا بيقدروا يرجعوا، في جيش قاعد وما جيش واحد، جيوش منتظرة. يعني أنا لو قلت لك جيش واحد أكون كذاب، جيوش منتظرة، لا بيقدروا يرجعوا ولا تسمع جونا 200 جونا، أي واحد يخط الطاقية بتاعته دار يقولها، أي زول جاب عنده زادوا 50، أي زول جاب عنده داون 50 زيادة، أي زول جاب عنده دخلت لك 100، يمشي هنا 200، مشان قدام الهلالية 250، مشان برانكو 300، مشان قدامه 400، كل زول بيخط طاقيته، وكانه ده اعلان جنجويدي، كان 200 كان 300 كان 400، لو غدر الله دخلوا مدني انت اتركبتها، انت تفهم انه الناس دي ما غرضهم مدني، غرضهم كل السودان، لو دخلوا مدني انت برضه حتتاثر، القاعد تطبل وقاعد تقول الحقونا بهنا والحقونا 500 غريه، معناتها ما في تنحى يلحقوا، عشان كده انت مفروض تكون الناس كلها تتوحد وتدافع عن نفسها وتدافع عن اعراضها وعن بيوتها، ده حاجاتك بيشيلوها منك وبينتهكوا حرماتك.
بيشيلوا حاجتك وبيشيلوا بيتك وبيشيلوا عربيتك وبيشيلوا مرتك وبيشيلوا بيتك وبيشيلوا اي حاجه. الناس تقيف، ده ما موقف، في ناس واقفه، في ناس طلعت، في ناس مسلحه، في ناس مرتكزه في الارض جاهزه، كانت كميه كبيره، وفي ناس حدث ولا حرج شرحوا. المعركه دي الخير اكثر من الشر، اكثر من الشر. الان الولايات كلها مفتحه عيونها كده فوق، الولايات كلها استعداد الف، الولايات كلها حضره جوال، الولايات كلها قاعده تتفقد في الخلايا النايمه جوا. ودي الحقيقه، الخلايا النايمه جوا، في خلايا لسه نايمه، قبضته 200 تاني خد عليهم القحاطه، مفروض القحاطه تقبضه، اي وط حرام قحاطي تقبضه تطلقه طلقه في راس ابوه طوالي، لانه ده ما سوداني. قحاطي يعني عميل وط حرام، قحاطي يعني ما سوداني، قحاطي يعني جنجويدي فاشل. دي الحقيقه، احنا شفنا الاعلام القحاطي، شفنا الاعلام بيتكلم في شنو، شفنا الناس اللي كانوا بيتكلموا مع اللي كانوا معانا في الثوره بيتكلموا عن شنو وداعمين للجنجويد كيف، شفنا العوالي، شفنا الرمم، شفنا العلاك، شفنا الخنايد، شفنا الرمم، شفنا الناس اللي ما عندها دين ولا عندها ايمان، شفنا الصفحات اللي بتطبل لاحتلال مدني، شفنا الخنايد، شفنا اولاد دلدل، اولاد حرام ولا ما اولاد حرام، اولاد حرام، اولاد حرام، اولاد زنا، ما اولاد حرام، ديل اولاد زنا عديد. الحرام ده ممكن يكون اكلك لو في بطنه، لكن ديل تربيه زنا واولاد زنا، لانه ما في الا والزنا اللي بيعمل العمل اللي بيعمله في القحاطه ده الا اولاد زنا، قسما بالله العظيم، غير ود الزنا ما في زول بيقعد يطبل لجنجويدي عشان يحتل بلده، عشان يشيل خيراته، عشان يقعد في بيته، عشان ينتهك حرماته، ما في. ما تقول لي ديل سوداني، احنا قلنا لك تعريف السوداني انتهى من 15 ابريل، التعريف بتاع السوداني واضح وصريح، كل زول دعم جيش وقال جيش واحد شعب واحد ده سوداني، خلاف كده دوت حرام، ما مننا، ما بنعرفه، ما مننا ولا بنعرفه. شفنا الصفحات بتطبل كيف، شفنا الاشاعات، شفنا الرمم، الخنايت، القوادين، لكن احنا ما برضه بنعيب الدوله فوق، لانه محتاجين قانون. الناس دي لو يتلموا واي واحد فينا ده ده حق، ده عداله. لما تلقى خاين، لما تلقى عميل، لما تلقى متواطي بيدعم فيه مستعمر ومتمردين جايين من برا ويدعم فيهم وانت ما عملت، انت كده بتشجع الناس على انه يكونوا عملاء ويكونوا خونه. اظهرت لنا كميه بتاعت عملاء وكميه بتاعت خونه اكثر من الظاهره. قال لي لو اتفضحوا عديل، عشان كده احنا محتاجين القانون يا برهان، يا برهان طلع القوانين، يا برهان فك الغيود، يا برهان انزل من المحل اللي قاعد فيه ده وتعال شوف الشعب داير شنو وقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحرب محتاجه قوانين الان. الولاد كلهم الليله ليه فتحوا؟ ما كنا بنقول احنا الكلام ده الليله يا دوب يعوا وكل زول طلع وحضره جوال وحاله ليه؟ لانه كلامنا صح كان، لانه نحن عارفين في خلايا نايمه جوا وعارفين منتظرين اليوم ده وعارفين حيمشوا مدني وعارفين حيفكروا في وعارفين دي حقيقه. يعني الشغل ده ما في زول ما عارفينه، لكن ما بيقتنعوا الا يتواجهوا. الان المفروض يا برهان تطلع بالقوانين، القوانين الصح، لا قلنا لك الشفه، لا قلنا لك جيب حاجه من راسك، جيب الصح، اعمل الصح الموجود في الكتب، شوف العقوبه تحت العميل الخاين للوطن شنو، شوف العقوبة تحت الجوات شنو، شوف العقوبة بتاعت ولد الحرام شنو، طلعها اعملها، عشان اولاد الحرام احنا شايفينهم بيزيدوا، اولاد الحرام كل يوم بيزيدوا، الرمم كل يوم بيزيدوا، القوادين كل يوم بيزيدوا، الناس اللي ما عندها شرف كل يوم بيزيد. عشان كده محتاجين لقانون، قانون رادع. والحاجة المهمة، انا قبلك قلت لك حاجة والحاجة دي مزولتي، لو الكلام ده كذب انا بتحمل المسؤوليه تامه، امشي يا طيران الجيش ويا مسيره، امشي الحوش اللي قدام اليرموك، لو ما لقيتوا التاتشيرات هناك البيوت المصادرين نون زمن الحكومه بتاعت البشير كميه كبيره بشيلوا فيها الجنجويد وعاملين ليهم ورشه بتاع التصليح، تاني انا اكون كذاب ما بطلع، ابطل اللايف نهائي. اي تاتشر الان بيضاء، الان صناعه قدام اليرموك، في بيت كبير، حوش كبير جوا، في ورشه،
في تاتشرات اكثر من 2000 تاتشر الان بيصلحوا فيها، في جزء بيصلحوا قبله وفي جزء يروحوا بودوه منطقه ثانيه. الان الكلام ده، الان الكلام ده حارسين شنو؟ الناس زي ما كان عندهم تاتشرات كانوا بيمشوا بمواطر وبيمشوا بتوك توك، كانوا بيركبوا دفارات ساي، كانوا بيركبوا عجلات، كانوا بيجوا برجولهم، الان بيركبوا تاتشرات. من وين؟ انا وريتك من وين. انا الكلام اللي قلته ده ما جبته من السماء ولا نزلته، ده اداني لي ضابط دفعه 37 كان قاعد زمان وقاعد عارف وعارف المستودع ده، اداني لي بالنص وقال لي الرساله تصل وانا وصلت الرساله. دق لي واحد من المنطقه ديك وقال لي كلامه صح، شفت بعيني الجوة في حوش كبير وفي تاتشيرات بيوض بيصلحوا فيها. اذا هنا في شنو تاني؟ اذا في شنو؟ مفروض الحوش ده يتمسح، مفروض الحوش باليرموك يتمسح، يتمسح هديل. ما دارين مصنع سلاح الان اصله بنعمل 100 مصنع لكن ما يستفيدوا منه ولا طلقه ولا يقعدوا في الضل حقه، الضل حقه ما يستفيدوا منه. حارسين شنو؟ امسحوا ميتينه، لانه ده بالنسبه لنا خازوق، خلينه لنا انت، ده بالنسبه لنا خازوق، ده جوه ملاذ امن، ده اللي قاعدين بيعملوا يصنعوا ويعملوا ويسووا اي حاجه جوه، تصنيع شغال جوه، العربات بيلحموها جوه بسواها جوه، المعطله بصينوها. حارسين بشنو؟ حارسين شنو؟ نازل عدموا العربيه تاني حيو، عدموا العربية تاني الآن عملوا عربات. من وين؟ منك أنت، منك أنت اللي خلي لي مخازن بتاع تسلحة ومخازن بتاع تاتشرات الآن بيصينوا فيها تاتشرات بيض في حوش كبير جنب مصنع اليرموك. الحوش ده واضح والدنيا كلها عارفة، مع الاستخبارات ما عارفة، أديناكم المعلومة، أديناك المعلومة. اللي ما بيقدر يمشي يقفلوه بالليل ده، الحوش مليان تاتشرات. أمش بيل ساي من طرف، انت خايف من شنو؟ خايف من شنو؟ ما في عذر، انت بتخلي الناس تشك كده، بتخلينا نقول عليك انك انت تابع للناس. عديد دي الحقيقه، في عربات كميه الناس دي مستفيده منها، العربات الطلعه دي كلها جزيره كلها طالعه من هناك، كلها صانت من هناك وجهزت هناك ومشت من هناك. عربات كميه اكثر من 2000 تاتشر، اكثر من 2000 تاتشر بيضه تمت مصادرتها من الحكومة السابقة، ودي الحقيقة يا جماعة، كانت موجودة في حوش كبير جدا جدا، جابوا لهم ميكانيكية، جابوا لهم هنا وبدوا يصينوا فيها، طلعوا منها جزء والجزء الباقي لسه شغالين فيه. ولو بالطريقة دي استمرت بكرة هتلقوا 400 500، والناس دي بيدخلوا بيرجولهم، قلت لك 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات في الخلا بخشوا. بالنسبة لمدرمان، مدرمان شبه فاضية، دخلا قلت لك 3 متحركات، دخلا 3 متحركات الان، المتحركات بتاعت كرري احتمال مش دخلا ساي، احتمال اخذ مواقع جوا 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 جوا، احتمال الليله بالليل بكره تسمع اخبار كويسه. 3 متحركات، متحرك حدادي مدادي، كميه كبيره من التاتشرات، كميه كبيره من القوات الخاصه، كميه كبيره من هيئه العمليات، دخلوا جوا مدرمان 3 متحركات غير الناس اللي قاعدين. الثلاثة متحركات ديل شغلهم لجوا تمشيط نهائي، شغلهم تسليم نظيف جوا، خلاص وصلوا أخذوا التعليمات انتهت أم درمان. لكن عشان تنتهي أم درمان لازم توقف الإمداد، لازم تقطع المصانع بتاعت اليرموك، المصنع الثاني لازم يتبلن. يعني مفروض الليلة بالليل بكرة المصنع بتاع اليرموك ده يتخيل طيارتين يجوا يضربوا المصنع ده بالفيه، يمسحوه من الكرة الأرضية. ما داير انه بنعمل مصنع لكن ما يستفيدوا منه تاني، اي حاجة فيه هم قاعدين امسح. ده وطن، الناس زي لو ساي مسكوا الوطن ده خلاص البلد ضاعت، اهلنا ضاعوا، السودان ضاع، تاريخنا ضاع، حاضرنا ضاع، مستقبلنا ضاع. يا جماعة نحن عندنا أجيال ورا قبل 56، علي عبد اللطيف وعبد الفضيل الماص، حضروا المستعمر عبد القادر والحبوب، المستعمر كان مسلح وديل ما عندهم سلاح إلا الأبيض. الناس دي قاومت استعمار ووقفت، في كل مكان بتلقى قصة وبتلقى رواية. نحن لو كنا حضرنا المستعمر بالحالة اللي احنا فيها دي،
المستعمر ده كان ركبنا وكان قاعد طول عمره في السودان. لو المستعمر كان لقى الاجيال اللسه دي، قسما بربي الذي خلقني ما كان طلع من السودان. لاننا نحن مستهترين ومستهبلين. لاننا نحن المشكله بتاعت الوطن الرئيسيه والحقيقيه. لاننا نحن المحتاجين هيكله. نحن المحتاجين نتغير، نحن ما نغير ولا نبدي، احنا المحتاجين. نحن المحتاجين، المشكله بتاعت الوطن فينا نحن. مشكله الوطن كلها اجمعها في الانسان السوداني. بجميع صفاته، بجميع ملامحه، بجميع حاجاته، بجميع خصوصياته، بجميع، احنا مشكلتنا مشكله الوطن نحن. لو المستعمر كان جو زمانك واحنا كنا الجيل الزماني قاعد بالطريقه شايفينها الناس ما قادر تدافع عن نفسها، المستعمر ده كان قاعد في السودان مدى الحياه. وكان ما طلع منه. دي الحقيقه. دي الحقيقه. انت هسه اتعريت. اتعرينا في مناطق اتعرت عديد. حرب دي بتنتهي. بتنتهي واحنا منتصرين، ده موضوع احنا مقتنعين به. لكن كل زول بيجي يكتب حاجه في التاريخ، ده ما تاريخ بعدين بيدرسوه. تاريخ هيدرسوه وحرب تفاصيل ونتائجه وسلبياته وايجابياته والعمل فيها والناس اللي وقفوا فيها، والله العظيم تفاصيل دقيقه حتتكتب في التاريخ. انت كتبت حاجه في التاريخ، عملت حاجه في التاريخ، خل انت كمنطقه، انت كغريه، انت كمدينه، انت كشارع، انت كقبيله، كاتب حاجه، عندك صفحه، ما ده تاريخ. حتيجي تزور بعدين تقول اكتبوا احنا عملنا، حتيجي تقولوا اعملوا قولوا احنا عملنا، ما حتلقى، ما حتلقى. عشان كده عندك باقي بتاع زمن، عندك باقي وقت، عندك مساحه تسجل، عندك صفحات فاضيه املاها، عندك ده الوقت المناسب اللي بتكتب فيه. احنا التاريخ اللي بنبي عبد الله على عبد اللطيف عبد الفضيل الماز وعبد القادر وتحبوبه، تل ما كانوا زيك، كانت في محن وفي شدايد وفي حاجات وظهروا وكتبوا وقالوا ومانعوا ورفضوا ووقفوا وقالوا لا. انت الان عندك جاك الدور، ده التاريخ. انت قال والله ده التاريخ، والله ده التاريخ، ده التاريخ. لأن هذه الحرب الأسوأ في تاريخ السودان، لأن الحرب دي الأسوأ، دي أسوأ حرب في تاريخ السودان، دي الحرب الوحيدة دايرة تفرتق السودان، ونحن كل الشعب السوداني يطرد ويبقى نازح ولاجئ. دي الحرب الوحيدة اللي حتتكتب بأحرف من نور كده في تاريخ، تتكتب كل زول عمل، كل منطقة عملت، كل شارع، الضباط الأحرار، الشهداء، الناس اللي قدمت، الشعب السوداني المثل الاعلى للتضحيه وللنضال، جيش واحد شعب واحد، الكلام ده كله حيتكتب. انت جهزت حاجه؟ الله اعلم، انا بقول لك الحقيقه. عندك مساحه، عندك ورق فاضي موجود الان، اكتب اسمك. الناس تقيف تتجمع تتوحد. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. ما في زول بيموت ناقص عمر. وما في زول بيموت قبل يومه. ولا في زول بيقدر يعمل لك حاجه طالما ربنا سبحانه وتعالى ما كاتبها لك. يدخل في راسك. الناس تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتتوحد. القرى تتوحد، المدن تتوحد، كل الناس تقيف. ده اسبوع واحد، ما محتاجين اكثر من كده، اسبوع واحد نقيف وقفه صلبه. وقفه صلبه اسبوع واحد، باقي العمر كله بنعيش سعداء. انا بقول لك الحقيقه، اسبوع واحد نقيف وقفه ونجو، واقسم بالله باقي السنين كلها نعيش ملوك. دي الخواتيم، المعركة انتصرنا، الجيش انتصر ومنتصر في مدني وحينتصر في كل مكان، لأنه ده الجيش مؤسسة. الناس دي بقوتهم كلها 10,000 تاتشر، كل قوتهم ما قدروا احتللون كشك. ناهيك من الآن بعد ما فقدوا كل حاجة، بمرتزقة بعملة بخونة ما حيقدروا يمسكوا حاجة. الجيش منتصر ومنتصر. اي بتلاقينا مطبات، بتلاقينا حاجات، ده كله عشان نعرف قيمه الانتصار، عشان ما نفرط في وطننا تاني، عشان نعرف انه وطننا ده دفعنا ثمن ودم. حتلاقينا اسوا من كده، حتلاقينا انتصرنا، لكن الانتصار عشان تشيله كده من خشم اللسل. اكتب اسمك في صفحه من الصفحات. في ناس كثيرين الان استنفروا، قريب مدني اغلب الناس مشوا استنفروا،
قريب القضارف استنفروا، ناس النار استنفروا، الدنيا كلها الان استنفار، تعب. اعلن انت التعبئه العامه، خلينا من الغايه، اعلن انت التعبئه العامه. في منطقة تقول له نطلع من الصباح يلا دق البيوت بالمسجد يا ناس، المنطقه الفلانيه بالمسجد عندنا عدو جاي، لا الان احنا لازم نقيف. الكل اي في بيت فيه الناس كلها تطلع الساحه كده، الناس تتفق. الان انت القانون، انت الحاكم، انت اللي بتقول، انت اللي بتنهي. حارسين منو اللي بيقول لك تعبئه عامه؟ تعالينا انت تعبئه عامه من منطقتك انت. الرجال كلهم 24 ساعه حارسين بلدهم كده، نحن بنسجل اسبوع واحد بنتعب، باقي سنين بنعيش بنتمتع بوطننا وبنذوق طعم الانتصار وبنفرح. الشغله ما فيها رجعه، الجيش منتصر 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 وانتصر. لا في جنجويد بيدخل مدني، ولا في جنجويد بيمشي يعيش في السودان تاني، ده موضوع انتهى. الناس دي لو كانت عندهم قوه زي الناس والله كانوا دخلوا المدرعات. الناس دي لو كانوا عندهم شيء كانوا مشوا المدرعات اللي تدقوا فيها على السبيب راسهم. الناس دي لو عندهم قوه كانوا مشوا المهندسين وكانوا مشوا سلاح الاشار. لكن الناس دي حتى القوه بتاعتهم كميه بتاعت عملاء مرجال، ما عندهم خبره عسكريه، ما عندهم، كلهم مستنفرين مشترين نوم. والمحرش ما بيكاتل، المحرش ما بيكاتل، عشان كده يختاروا لك اعلام اللي يمدي صفحات اعلاميه، الشغل بتاع القحافه دارين يمشوا فيك اعلام. اي دخلوا مدني وجوا مدني، لا جوا مدني لا برا مدني لا حوالين مدني، مبلولين في كل مكان. الجيش الان جوا مدني، كوبري حنتوب تابع للجيش، مدني جيش، كل الشوارع جيش، برا مدني والله ما يقعدوا، والله العظيم ما يقعدوا. الجيش منتصر، طالما الجيش منتصر ونحن منتصرين الناس بعد كده تسجل، الناس تقيف، ده التاريخ. الليله مشوا غرى، مشوا قريه الفادنيه، مشوا وين؟ مشوا وين؟ كاتلين واحد في وين؟ كله. ليه؟ لانه الناس ما واقفه، الناس دي لو لقوكم واقفين كلكم والله عندنا صور بتاعت والله بالطوب جايبين لهم ثلاثه جنجويد الواطه بالطوب، طوب طوب صاي، دنيا زايله بالطوب، اقسم بالله بالطوب. طوب صاي جابونا الواطه. عندنا امشي التليجرام وشوف شوف البسبوسه. امشي التليجرام وشوف البسبوسه اللي منزلها الليل. شوف الجغب. الناس زي لا حول لهم ولا قوه. الناس زي كملوا دار يعيشوا بالاعلام المضلل، بالكذب والنفاق، بالطلس، بالعماله، بالجعجعه. ما في جعجعه، في ميدان. الان ده زمن الميديا. الان في ميدان، في ناس جوا الارض، في ناس مواصلين نوم، في معلومه طوالي، في ناس هناك فاهمه في مدني بتطلع طوالي فيديوهات من السوق، فيديو، في ناس بوصلوا بين تلفونات مدني دي ما في الواقع الواقع. ما معلومات. القحافه دارين يثبتوا لك حاجه ما حاصله. دارين يثبتوا لك انتصار مزيف. دارين يكذبوا عليك. وبقول للاسر طلعت والله العظيم حتندموا انتوا. الناس اللي طلعوا امس من مدني الليله بيوتهم اتسرقت، اقسم بالله العلي العظيم. اي زول طلع من مدني امس والله بيوته اتسرقت، في جروبات بتاعت حراميه. الجروبات دي هدفها السرقه والنهب. اسمعوا الكلام ده كويس يا ناس مدني. والله العظيم الناس اللي كانوا في الخرطوم طلعوا. مشوا وين؟ جو مدني. الان الجنجويد لحقهم في مدني، صح؟ صح. مرقوا ثاني حيمشي سنار، لو الجنجويد دخل مدني حيجيك في سنار. حتمشي تبقى ابن بطوطة؟ حتشتغل ابن بطوطة؟ اقعد في بيتك، ما في حاجة جاياك، ما والله ما في حاجة تجيك. الناس طلعوا امس من مدني الليلة بيوتهم اتكسرت واتسرقت. في عصابات بتاع السرقة مرصودة. العصابات دي بتعمل جروبات بتفك الإشاعة، بيوصفوا لك اطلع والبصات بهنا والبهنا، انت تطلع بهنا بيتك معروف، بيجيبوا دفارهم بيوقفوا. واقسم بالله العظيم بيشحنوا بيتك، وانا بقول لناس مدني اي زول فضى بيته مشى لو جو الحراميه سرقوا ما تزعلون، خلوه يشيلوا، والله ما تزعلوه. اي زول طلع من بيته خايف جبان خلوا الحرامي يجي يشيله، ولا تزعلون. ولا تقول لي بتعمل تلت ثلاثه بيكم، طالما هو مشى وخاف خليه يشيلوا عفشه. انا بقول لك الحقيقه، خليك في بيتك، لا تطلع من بيتك، لا تفارق بيتك، الكذب لك الله بيحصل. في ناس بيخوفوك، في ناس بيرهبوك، في ناس
إشاعة دارين إنك أنت تفقد بيدك زي ما عملوا في بحري وزي ما عملوا في المناطق أول الحرب. الناس اللي ما سمعوا الكلام وقعدوا في مدرمان هديلك بيوتهم بيتهم كاملة حاجاتهم كاملة. ليه؟ لأنه ما خافوا قعدوا. الناس اللي مشوا بيوتهم كلها شالت كلها بيوتهم شالت السرقة. الآن تسمع الإشاعة في ناس بوصفوا ليه؟ في ناس دارينك تطلع، في ناس دارين كده تطلع عشان يسرقوا حرامية. أغلبيتهم كوادر الأحزاب كوادر القحاطة الفاقد الأخلاقي الحرامية أولاد الحرامية اللي تربوا بالحرام دي اللي بيقول لك ارحل الحق اطلع اركب الحفلة هناك وشيلوا الصور حقتك بيعرفوك منطقتك وين تطلع به هنا الحرامي به هنا. أمس دخل كم بيت أي زول مشى سنار أمس الحرامي جوا بيته أي زول مشى سنار الحرامي دخل بيته سرق الدائرة. عشان كده لا تطلع لا تفوت بيتك اقعد بيتك احمي بيتك احمي بيتك ما بتجيك العوجة احمي بيتك والله ما يحصل لك حاجة. لو كنت قعدت في بيتك كنت عايش الآن في بدني وحي كنت بتكون عايش الآن في الخرطوم وحي ما كان حصل لك حاجة ما كان حصل لك شيء. لو كنت قاعد بنفسك وفي بيتك في الخرطوم والآن انت في مدني قاعد ما كان حصل لك حاجة والله ولا حاجة بتجيك لأن ربنا ما راض لك. الآن ما تسمح كلام الناس في جروبات اتعملت للتخويف والترهيب في جروبات اتعملت عشان انت تطلع في جروبات اتعملت عشان انت تخلي بيتك عشان يجوا يسرقوا في جروبات اتعملت عشان انت تمشي عشان الجنجويد يسكن في بيتك بيتك ده ما تفارقه الا تموت ده عرضك وده بيتك وده ارضك ما تطلع من بيتك. انا بنبهك ما تطلع من بيتك والناس المشوا سنار تعالوا بيوتكم اتسرقت في مدن اسمعوا الكلام ارجعوا بيوتكم اتسرقت وعشان تعرفوا انه في ناس قال لكم نطلعوا دي الحراميه سرقوكم الناس اللي غشوكم وخدعوكم وقال لكم نطلعوا والموت جاي والله هذولك الناس قاعدين والله حتى ما جاتهم ولا في شيء مدني آمنة جيش في كل مكان شرطة في كل مكان أمن في كل مكان تفتيش ما في زول داخل ساي ولا في زول طالع ساي ولا كل تفتيش في كل مكان مدني آمنة ما فيها أي حاجة. الخلايا النائمة ما قدرت تنوم ولا قدرت حتى لما انصحت لقيت الجيش حارسة صحر قبل ما الجنجويد يدخل مدني وهو كان الخطة أنه بعد ما الجنجويد يدخل مدني الخلايا دي تصحى الخلايا بالطلس والكذب والميديا الأخبار جات أنه الجنجويد دخلوا مدني قامت الخلايا صحت لما صحت لقيت الجنجويد ما دخل لقيت جيش لقيت جهاز أمن لقيت شرطة اتمسكوا. يعني المخطط اللي كان حاصل انه الخلايا دي كنا بنقول زمانك في خلايا الوالي القحاط الوالي الرمل وكنا ما بنقوله ساي كنا عارفين في خلايا. الان الحصل شنو الاشاعات طلعت الناس دي شافوا الاشاعات بتاعت ناسهم قالوا انه الجنجويد دي دخلوا مدني جوا وحسب اشاعة القحاط الناس دي طوالي اصهروا لقوا الشرطة ولقوا الجيش في مطاردة بموتر موترين جوا مدني قبضوهم طوالي واحد شايل سلاح قبضوه غناصة الموضوع انتهى. مدني ما فيها صراخ ابن يومين الآن مدني أمن وأمان مدني جواه ما في ولا جنجويدي وحرام مدني ما فيها ولا رمة مدني ما فيها ولا وسخ ما فيها الآن مدني ما في أي حاجة الناس زي الخارج مدني متلبتين في الغابة متلبتين في بيوت بتاعت حواضن ليون ناس جابوهم من هناك لكن أنا بقول ليون انتوا حواضنكم قسما بالله العظيم البقعي الجنجويدي والمعاو جنجويدي والله العظيم الطيران ما بيرحم بس جهز نفسك انت والمعاك بتتقشى انت والمعاك الاثنين ما في حاضنة تموت قدام بيتك عربية جنجويدي بتموت جوا بيتك جنجويدي بتموت دي خدتها ما تقول والله نحن عارف والله تتقطع حتت والله لا ينفعك جنجويدي ولا ينفعك قروش الداخلية ولا ينفعك والله نار جهنم وبئس المصير. عشان كده الناس تقعد في بيوتها وتحفظ أمنها وأمانها الشباب في مدن يكونوا شباب واعي ما تتساقوا خليكم برا في الشوارع احفظوا الأمن بتاعكم احموا أعراضكم احموا بيوتكم احموا شرفكم
ما تنجر ولا اللي شعر. بدي بلدك لو خربت بتضيع انت، ولو الفوضى جات بتضيع انت، ولو حصل فيها حاجة بتضيع انت وأسرتك. ما تسمح لف دوران، ما تسمح اي زول تشك فيه كرفسوا في الواطة ودوا الواطة طوالي، طلع من هنا مو قبله، ولا تودوا حي ودوا ميت، ولا تودوا حي ميت طوالي اقطعوا له، ولا تلف ولا تدور. ده انت اللي بتحافظ على بيتك وعرضك، اخليك مفتح في شارعك. اي شخصية شكيت فيها جات مرة بعندك ما عجبك شكله، ادوا الدلجة واقطعوا له طوالي، ولا تدور. دي انت بتحافظ على بلدك، ما تسمع اللف والدوران طوالي، انت المسؤول. خليك واقف مع اجهزتك الامنية، انشر الوعي، حافظ على ممتلكاتك، حافظ على مدني، حافظ على بلدك، حافظ على ناسك، حافظ على حلتك، حافظ على منطقتك، على سوقك، على دكانك. ما تخلي الناس يدخلوا فيكم الشكل، ما تخلي الاشاعات تخش، ما تخلي الفوضى طعم، لان لو عمت الفوضى انت الخسران، وبيتك خسران، واسرتك خسران، لانك انت ما حتعيش، حتطلع تمش تنزح، ما حتلقى مأوى، ما حتلقى مشرب، ما حتلقى مسكن، ما حتلقى حظ انت. عشان كده الناس تكون واعية، الناس تكون واعية. مدني ما في حاجة، ولا بيقدروا يخشوا مدني، ولو جابوا تاني قدر العدد دخلوا به 6 مرات اضربوا في 6 ما بيقدروا يخشوا مدني، ما بيقدروا به. هنا المدخل بتاع الطريق الرئيسي مقفول، طريق مقفول، وبهناك الشرك كمبلي حنتوب قاعد، الطيران قاعد، والجيش قاعد، والدبابات قاعدة، والدانات قاعدة، ما بيقدروا يخشوا حتة، ما بيقدروا. يعني الجيش ده خلاص لو زهج وسوى بدي الكبري ده بينتهي من كبري حنتوب، وهش نقطة مشوين قصة وانتهت. يعني ما في سبب ولا تخليك تخاف، ولا في سبب يخليك تخاف، ولا في سبب يخليك تخلي بيتك، ولا في سبب يخليك سايح صليك، ما في سبب عذر. والناس دارين يدخلوا فيك الخوف والهلع عشان انت يحصل فوضى في البلد، عشان الحابل يختلط بالنابل، عشان الناس بهنا جارية وناس بهنا مارقة، وهنا بتلقى العميل، وهنا الخلايا النايمة بتحيا، وهنا الطلس، وهنا النفاق، وهنا الناس كلها هنا هون دارين الموقف ده. الناس تكون واعية وعارفة بإذن الله تعالى منتصرين. الجيش دي الفرصة، الناس دي كلهم طلعوا من شرق النيل، طلعوا من سوبا، طلعوا من بوتري، طلعوا من بحري، طلعوا من الخرطوم. الجيش شوف حساباتك، انشر جيشك، البلد بقت فاضية، البلد الآن فاضية، الناس زي طلعوا كميات كبيرة، حتى الناس القاعدين ولا حاجة، الحاجات الطلعت دي كل غوام، الناس زي كل غوام. ضرب حساباتك قبل فوات الأوان، الآن محتاجين غرار، البلد فاضية، الخرطوم دي فاضية، شرق النيل فاضية، ناس شرق النيل ذاتهم بيقولوا الكلام ده، بيقولوا الآن فاضية، انسحابات تقيلة، ناس مشوا بعربات مليانة حاجات ماشيين نهاية. الجيش اتخذ القرار خلاص، ده الوقت المناسب، حتى لو كانت في خسائر ما حتكون ذرة في المية، لكن بنتحرر، لأنه دي الفرصة المناسبة. ناس دي طلعوا ب 220 تاتشر، وفي 50 لحقتهم 270، 270 دي لو كانت جوا شرق النيل دي دار لا شهر ما تنظف. الآن ربنا شال لك كلها نظفها براها، نظفت مشت لك في حتة برا، خط الخطة بتاعتك بعد كده، احنا مع ساكر، لكن ده قدام عيننا، البلد بقت فاضية، اتخذ القرار المناسب. الله يديكم الصحة والعافية، وبإذن الله منتصرين. ويا جماعة سدوا الفرقة من القحاطي، سدوا الفرقة من القحاطي، القحاطي ما عنده حاجة، القحاطي يا هند الزمن اللي بيعيش فيه بيحيا في صوته بيرتفع هنا. مجرد ما انتصر الجيش وطرد انتهى من موضوع مدني والناس زي انجغموا، هنا القحاطي بيحمد بيسكت، بيقبل في محل تاني، بيمشي للمفاوضات ولجدة ولعملنا وحمدوك فعل وحمدوك، ما عنده حاجة. عشان كده الناس تسد الفرقة، ما تقعد تشير الكلام بتاع القحاطة قالوا وقالوا فيه وقال ما في قالوا. أنا بقول لك الجنجويد اللي هم الدين ما يحتللون تاني مدينة، الناس زي ما عندهم حاجة. المدن الدخلها في دارفور دي برغبة الجيش طلع منها عديل، وبرغبة ناس المدينة الحواضن تحت الجنجويد دي، في حاجات انت ما عارفها. هنا ما عنده حاجة جنجويد، جنجويد ما عنده حاجة. عشان كده ما اقفل الباب بتاع القحاطي، صفحة القحاطة كلامه ما تصدق، ما يشيبوا لك اي كلام، خلاص المعركة انتهت خلصة،
دي الخواتيم. يوم يومين حتسمع الكلام ده. الله يديكم الصحة والعافية، وبإذن الله منتصرين شاء من شاء وأبى من أبى وبكيفنا.